بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم حلقتنا الجديدة لهذا اليوم اللي هي تتبع الحلقة السابقة بشرح المبني للمجهول. بحلقتنا لهذا اليوم راح نحاول نسلط الضوء على الفورمز اوف ذا باسيف فويس سنتنسز ان ديفرنت تنسز، يعني الصيغ والأشكال المختلفة لجمل المبني للمجهول بالأزمنة، يعني المختلفة. أزمنتنا لهذا اليوم اللي اختاريناه هي simple past tense and simple present tense. So today's lesson will really focus on the form of the passive voice sentences in those two tenses. يعني راح نركز على إنه شلون راح يكون شكل الجملة المبنية المجهول بهاي الزمنين. ناخذ مثال بزمن المضارع البسيط اللي هو simple present tense، الزمن اللي ابتدأنا به. المثال يقول أحمد drinks fresh I like apples, so I always write my sentences using apples. I'm دائما أحب الأبلز، فذلك دائما it is there in all my sentences. So Ahmed drinks fresh apple juice twice a day. Okay, هذا المثال. Ahmed drinks fresh apple juice twice a day. إذا تذكرون أعزائي الطلبة الحلقة السابقة بينا شيء مهم جدا، قلنا ممكن نتعرف على زمن الجملة من خلال أما أو، من خلال أما أو اللي سميناهن أما الفعل أو الأدفرب اللي هو شنو الظرف المستخدم. اليوم الـ twice a day هي من ظروف شنو، ظروف التكرار اللي تستخدم عندما تكون الفعل متكرر. يعني شنو الأشياء اللي تتكرر دائما بيا زمن نستخدمها بزمن المضارع البسيط. إذا تذكرون قلنا من المهم جدا انه افهم صيغه الزمن واستخدامه، مو فقط الصيغه او شكل الزمن هو المهم. اللي راح يسعفني to be a good English speaker، okay، حتى اكون متحدث جيد باللغه الانجليزيه. And in the end, in the long run، وعلى المدى البعيد، I'll be a fluent English speaker، راح اكون شنو عندي fluency اللي هي الطلاقه. لازم افهم meaning and the use، المعنى واستخدام الأزمنة. أوكي، إذن واحد من استخدامات الزمن present simple هو الحديث عن الأمور اللي repeated actions، الأشياء اللي تتكرر، أو اللي we call it routines، اللي نسميها بال routines أو daily routine. إذن twice a day هذا الظرف دائما وين نلقى، وين نلقى مثلا طبيب يقول لي هاي الحبوب تأخذها twice a day، take these pills twice a day, take those capsules twice a day. نحاول قدر الإمكان إنه نستخدم الظرف بأكثر من سياق، in more than one context، حتى شنو أكون مسيطر على الميننج مالته. أوكي، الميننج مالته. Please جعفر leave the just leave it. أوكي، زين أكمل ال شلون أحول هذا إلى الباسيف. أول شيء نسوي، أول شيء نسوي إنه شنو ننقل الأوبجكت اللي وين نلقاه، الأوبجكت اللي نلقاه بعد الفعل، اللي نلقاه بعد الفعل، الفعل وين نلقاه، نلقاه بعد الفاعل. يعني ترتيب الجملة مثل ما قدمنا، الجملة تكون الجملة بسيطة، واحدة من الجمل الأربعة نعيدهن نذكركم: simple sentences, compound sentences, complex sentences and compound complex sentences. اليوم شرحنا راح يتركز على الجمل البسيطة. Okay, زين هذا فاعلنا وهذا الverb and this is my complement. التكملة جمل المبنية للمجهول نحتاج بها شنو object اللي هو مفعول به، وين راح يكون هذا الobject مالتي. زين عادة يكون الأوبجكت ملاصق للفيرب اللي هو الفعل وقبل الأدفيرب اللي هو دائما يجيني بنهاية الجملة. زين
الخطوة الأولى step one I bring the object أحاول أن يعني خلي أجيب ال object أخليه بداية الجملة وألاحظ إنه ما دام بداية الجملة إذن لازم يكتب شنو بال capital letter fresh وأكمل البقية fresh apple juice okay زين الخطوة الثانية بأزمنة يعني sorry بال passive voice sentence بزمن المضارع البسيط أختار أما excuse me أما is أو are أما is أو are اعتمادا على الـ object مالتي الـ object مالتي singular إيش أختار نقول هنا singular object المفعول به مفرد وهنا مع plural objects اوكي الاز نستخدمه مع المفرد المفعول به اذا كان مفرد والار نستخدم مع المفعول به اذا كان جمع step 2 which is sorry step 2 كانت كتابة is او are اعتمادا على نوع الاوبجكت step 3 نحول المين فيرب المين فيرب الفعل الرئيسي المين فيرب الفعل الرئيسي المن نحوله الى الصيغة التصريف الثالث إلى الباست شو نقول هنا main verb المن نحوله إلى صيغة الباست participle أوكي إلى صيغة الباست participle اللي هي التصريف الثالث زين هنا صيغة التصريف الثالث for verbs الأفعال مثل ما تعرفون تقسم إلى أما regular أو irregular اوكي تقسم اما regular الافعال القياسيه اللي دائما يكون صيغه الماضي وصيغه التصريف الثالث تنتهي بالحرفين e d نعم irregular has no form has no one specific form يعني ما بيها صيغه او شكل واحد for example ناخذ مثال مثلا see ماضيها saw وتصريفها الثالث seen اوكي يعني اذا لاحظ ماكو ربط ماكو قاعده انه تحدد شكل الفعل لذلك يسمونه irregular غير قياسي لا يخضع لقاعده اذا اكمل step 1 جبنا الاوبجكت خليناه بالبدايه fresh apple juice اختارينا له is ليش لانه singular لانه مفرد اوكي وبعدين حولنا الفعل drink إلى صيغة التصريف الثالث اللي هي drunk أوكي الخطوة الأخيرة for add the remaining part of this sentence اللي هو منو remaining part منو الجزء المتبقي من الجملة اللي هو الادفيرب اوكي بين قوسين الادفيرب واضح زين نضيفه drunk اللي هو شنو twice اوكي a day هسه راح بس نراجع بصورة سريعة لان هاي مهمة جدا اذا افتهمنا هذه الصيغة المبني المجهول بزمن المضارع البسيط راح يكون من السهل جدا انه نفهم صيغه المبني المجهول بزمن الماضي البسيط لان الاختلاف راح يكون بهذا الجزء فقط اوكي فقط وفقط only and only here اوكي زين نكتب الجمله النهائيه هنا بلون مغاير حتى تبين ونشوف ايش نقدر نضيف عليها زين fresh apple juice is drunk excuse me oh where is my eraser whatever is drunk
twice, a day. هنا إذا تذكرون قلنا نقدر نضيف فاعل الجملة بعد حرف الجر by وسمينا by agent. By منو؟ أحمد. أوكي؟ إذن هذا الشكل الجديد، هذه سنسميها جملة المبني للمجهول بزمن المضارع البسيط. So this is the passive voice sentence in the present simple tense. So this is the new form. هذا شكلها الجديد. Object at the beginning. اختارينا بين is وار اعتمادا على الobject. And then we turn the main verb. حولنا الفعل الرئيسي إلى the past participle form of the verb. حولنا إلى صيغة المبني. إلى صيغة التصريف الثالث. And وضفنا الظرف بنهاية الجملة تكملة الجملة اللي هي المتبقية قلنا اللي هي بهالحالة شنو الظرف ظرف الجملة وخلينا الفاعل بعد الباي وسميناه الباي ايجنت هذا هي كل ما يخص صيغة المبني المجهول بزمن المضارع البسيط ايش راح نسوي حتى ننتقل الى زمن الماضي البسيط راح نغير شيء واحد بالجملة ونشوف شنو هسه منو برأيكم الشيء اللي راح نغيره؟ And this is a question to you by the way. Think about it. فكروا بالشيء اللي راح نغيره اللي هو الذني اللي حددناه by circles اللي قلنا هن محددات الزمن اللي هو الفعل والadverb يعني أنا ما يحتاج أغير هو أغير only the verb and the adverb. راح هنا نبقي كل شيء كما هو. Okay, to save time. هسه شو نقول احمد هاد تناوله هنا هاد بمعنى تناوله fresh apple juice 2 days there you go يعني احمد تناول شنو fresh apple juice قبل يومين 2 days ago قبل يومين أجي على الخطوات step one تتكرر أكتب شنو الobject at the beginning of the sentence okay هنا راح نجري تغيير بسيط حتى نشوف فتشي had three eggs okay had 3 eggs 2 days ago. هاي جملة صارت أحمد had 3 eggs 2 days ago. حتى to avoid any confusion حتى نتجنب 2 eggs راح ننقل هذا هنا لأن صار عندي space. هنخلي مثلا 3 days ago okay انتهت عندي الجمله هسه اجي اطبق الخطوات step 1 الخطوه الاولى نقلنا المفعول به الى بدايه الجمله اللي هو صار 2 eggs بيضتين okay او بيضتان زين هسه يجيني او يسال سؤال No, ممكن أخلي the أو a أو an قبل ال object. The answer is definitely no. Do not add anything that is not already there. أبداً ما نضيف أي شيء إذا مو أصلاً موجود بالجملة. إذن two eggs. إيش راح يصير عندي هنا؟ تغيير. إحنا قلنا التغيير وين راح يصير؟ فقط وفقط باستخدام ال is وال are. هنا هاي الحالة راح يصير was. And where was where okay أو البعض إذا ينطوها more stress يقول was oh yeah was here 2 days ago was okay or where هنا هسه ايش اختار فاعل مالتي أحمد اختار was or where the answer is بعد ما لي علاقة بأحمد الجواب هو يكون أني العلاقة بالobject مالتي الobject مالتي singular مفرد اختار was الobject مالتي plural جمع اختار where اذا بهاي الحاله 2 eggs
إذن هو plural راح يكون خياري where. زين الفعل مالتي هو had وأنا أعرف إنه هذا من الأفعال اللي هي irregular اللي يكون صيغة الماضي والتصريف الثالث نفس الشيء. أوكي had. هسه للوضوح وللتسهيل أكثر راح نقول ate هنا حتى هنا يكون أوضح. راح تصير eaten. أوكي راح يصير هنا شنو ate تصريفها الثالث eaten. أوكي وأكمل الجملة مالتي أكملها بيش بالمتبقي من ال what المتبقي من ال complement. إذن three days ago وش أضيف هنا by أضيف هنا حتى by أحمد. أوكي نفس الخطوات نفس الخطوات الشكل أو الجملة الأخيرة راح تصير راح نكتبها بالأخير هنا طبعا غيرت الجملة تماما حتى شنو to be more precise حتى نكون أكثر دقة. إذن two eggs اللي هي شنو الأوبجكت where اللي هو شنو اختارينا لأن الأوبجكت plural eaten مين اجتني eaten حولنا فعل الجملة الرئيسي إلى صيغة التصريف الثالث وخلينا التكملة اللي هي المتبقي بعد ما أخذنا الأوبجكت خلينا بالبداية بقى عندي شنو الأدفرب two days sorry three days ago بعدنا احنا مشنقلين على two days ago so three days ago by أحمد. إذن to wrap up حتى نلخص الموضوع there are four steps خطوات أربعة الخطوة الأولى we put the object at the beginning نخلي الأوبجكت بالبداية الخطوة الثانية نختار بين is و are أو was و were حسب زمن الجملة الخطوة الثالثة نحول المين فيرب أوكي المين فيرب نحوله إلى صيغة التصريف الثالث ونراعي بهاي الحالة حالة الفعل إذا هو regular قياسي اللي يكون ED بالنهاية أو irregular هذا لازم يحفظ كما هو الخطوة الرابعة نضيف المتبقي من الجملة المن إلى نهاية الجملة الخامسة ما كتبناها مجرد ضفنا فاعل الجملة بعد by كتبنا by أحمد إذن صار هذا الشكل النهائي اللي يمثل صيغة المبني المجهول بزمن الماضي البسيط وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم اللي كان مركز على صيغة المبني المجهول في زمني المضارع البسيط والماضي البسيط So until we meet again thank you very much and please press like or subscribe to the channel so that you see more videos إلى أن يتجدد اللقاء بكم أعزائي الطلبة في أمان الله وحفظ تحياتي عقيل كظوم الإبداعي جمال الله